إذا كفر شخصا لم يقم الدليل على تكفيره فهذا افتراء على الله عز وجل، حيث حكمت بأن هذا كافر والله تعالى لم يكفره، فهو كما لو حكمت بأن هذا حلال والله لم يحله، أو هذا حرام والله لم يحرمه، رحمك الله. ثانيا أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلما له، حيث وصفته بأنه كافر، ومقتضى هذا الوصف أنه لو مات لا يحل لك أن تصلي عليه، وأنه لو مات لم يحل لك أن تدعو له بالرحمة، وأنه لو مات وهو من أقاربك الذين ترثهم لم يحل لك ميراثه. هذا مقتضى إطلاق الوصف عليه. إذا قال قائله مثل لأخيه الشقيق أنت كافر، يلزم من هذه الكلمة أنه لو مات وله عم، فالعم يرثه ولا يرث هذا الأخ. لماذا؟ لأنه عند هذا الأخ كافر، والكافر لا يرثه المسلم، فيرثه العم الذي يقول إن ابن أخي هذا مسلم وليس بكافر. فالمسألة هذه خطيرة جداً.